طيب الجهاز بقى كيف يرى ما حدث؟ كابتن سيد عبد الحفيظ مع الزميل كريم احمد مراسل قناه الاهلي في ملعب المباراه، نشوف كابتن سيد شاف اللي حصل ازاي. مستمرين معاكم كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، اداء اكثر من رائع لفريق النادي الاهلي، والفوز مطلوب ومهم، وتحديدا كمان امام بيراميدز. عايز اتكلم مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره عن الجيم بشكل عام. الاصرار يا كابتن سيد والشخصيه النهارده، يمكن اخر 10 دقائق في المباراه هي دي شخصيه النادي الاهلي ودي لعيبه النادي الاهلي، بغض النظر على الظروف اللي حصلت، اداء اكثر من رائع للنادي الاهلي، تصميم واصرار، والحمد لله حققنا الثلاثه بوينت. الحمد لله طبعا، يمكن كانت ممكن تبقى في المتناول، كانت ممكن تبقى اسهل من كده لو كان فيها الشراسه اللي كانت موجوده في اخر نص ساعه، لكن هي المباراه اللي زي كده ممكن تخلص بهجمه مرتده، ممكن تخلص بكره ثابته. يعني اعتقد ان الجول اللي احرزه بيراميدز يعني استفز لعيبه النادي الاهلي وشخصياتهم، وبانت جدا بعديها الاصرار والعزيمه والشراسه اللي انا اشرت ليها هي اللي كانت موجوده في النص ساعه الاخير. الحمد لله طبعا مباراه كبيره ومباراه مهمه وواحده من المحطات الصعبه في المشوار الدوري. يمكن خلاص ما فيش وقت يا كابتن سيد، يعني بكره في تمرين، عندنا طلائع وعندنا مصري وعندنا سوبر، عندنا امور عاديه جدا الفتره القادمه، لكن كابتن سيد هتعدوا لمباراه الطلائع ازاي نفسيا وفنيا مع مستر يونيفرس؟ من الحاجات كمان اللي كانت قلقاني جدا في مباراه النهارده ان الناس كلها بعد القرعه بتاع امبارح كلها بتتكلم على مباراه سان داونز. صحيح مباراه سان داونز مباراه قويه جدا جدا، لكن مهم جدا ان انت كمان تحطها في مكانها، هي مباراه قويه والثمان فرق اقويه وكل اطراف الدور الثمانيه اقويه، مش هتنقي انت لو عايز تاخد بطوله، مش هتنقي هتلاعب مين ومش هتلاعب مين يعني. فالناس كلها راحت في اذهانها وكلامها وتصريحاتها على مباراه سان داونز، ونسيت ان احنا عندنا محطه مهمه جدا النهارده، كانت من الحاجات اللي كانت قلقاني جدا جدا، وكانت يعني مش نقطه ايجابيه، لان صحيح مباراه سان داونز قويه وفي واحده من المحطات المهمه في التتويج الافريقي، لكن في النهايه انت عندك يعني بطوله كمان السوبر، وعندك قبلها مباراتين في الدوري او ثلاثه في الدوري بيراميدز، ثم طلع الجيش، ثم المصري، وبعدين هترجع كمان بعد السوبر لمباراه محليه مع الزمالك. فاعتقد ان ده كان مهم جدا يبقى في التفكير في الشكل ده، ان انت ما ينفعش تفكر في رقم خمسه او سته وانت لسه عندك واحد واثنين وثلاثه واربعه. يعني الانذار اللي خدته كابتن سيد حفيظ، الناس هتتناول بعض بقى الامور، ايه اللي تم وكده، ايه اللي تم بين حضرتك وبين كابتن ابراهيم؟ انا حتى لما كابتن ابراهيم نور الدين حسب اربع دقائق انا كنت اتمنى خمسه يعني. فالناس بتقول لي يعني ليه ايه الفرق من اربعه لخمسه؟ لا، الدقيقه مع النادي الاهلي تفرق كتير جدا، اربعه غير خمسه، الدقيقه صعبه جدا على اي فريق لما بيلعب النادي الاهلي، وخصوصا لو متاخر او متعادل يعني، فالدقيقه لا تفرق جدا. انا كنت اتمنى ان يبقى الصفاره تقل شويه، كنت اتمنى كده، لكن في النهايه اعتراضي مش على 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 لعبه او اعتراضي على على موقف ولا حاجة، أنا أتمنى إن اللعب يبقى أكتر شوية، اللعب يبقى كتير، يبقى يعني الـ ما يبقاش في توقف كتير. كان فوز 13 مباراة على التوالي ده يحملكم جزء كبير جدا بالنسبة للفني والإداري واللعيبة كمان، ما حملهم أمور كده. الأرقام حلوة وجميلة وتاريخية وكل حاجة، لكن أنت كمان بيبقى عندك أهداف عايز تحققها يعني. يعني الانتصار والمعنويات والدوافع مهم قوي، إن أنت ما تقطعهاش ما توقفهاش، فده مهم جدا في الحسبان يعني. شكرا.